أبو محمد من الكويت. يا أبا محمد. يا رب. نعم. السلام يا أخي عليكم. كريم. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. عندي سؤال لفضيلة الشيخ حول مسألة الغيبة والنميمة. هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر أهل الريب والبدع من بعدي وظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم الوقيعة فيهم؟ يعني ذكر معي أهل الريب والبدع، هل هذا جائز؟ أما المسألة الثانية فضيلة الشيخ، نعم. حقيقة نقرأ في التاريخ في صحيح مسلم أن سيدنا معاوية. عفوا يا أخي كريم، عفوا يا أخي كريم، يبدو لي في مشكلة معك في الـ في الـ في في الاتصال. نواصل الحديث والشيخ. أم محمد سألت عن موضوع العادة الشهرية التي تنزل معها.